طيب هسا هون احنا شو بدنا نعمل؟ بدنا نرسم ال في اوت. ال في اوت شو حكينا هون؟ نرجع للاشي اللي بلشنا فيه هون. كم حكينا قيمة زاوية القدح؟ الالفا توتال حكينا، اذكر فيها مرة تانية، الفا توتال بتساوي الفا ريتايرد زائد الفا زائد الفا جيفن. هي إلها اسم تاني الدكتور كان يسميها اياه بس مش عارفة يعني رايحة عن بالي. هي نفس المعنى، اول الفا معطينا اياها بالسؤال، الفا ديلي، الفا ديلي اسمها. اوكي طب هون ايش حكينا اصلا؟ لما يكون عندنا 3 فيز فول 3 فيز هاف ويف كنترول ريكتيفاير، كم قيمة هاف في حالة الهاف ويف الالفا ريتايرد؟ 30 درجة. طيب انا بدي ابلش وان الفا ايكوال 0 زائد 0، اذا من 30. طب انا من وين بدي ابلش اقدح الثايرستور؟ طيب بدي ابلش من عند اللحظة 30، من عند الالفا 30 رح ابلش انا، تبلش عندي الدائرة.